السلام عليكم. تحديث One UI 7 من سامسونج يجلب تطورا هاما ومثمرا للغاية، فما هو؟ كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله بالتفاصيل في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك وتابع الفيديو حتى النهاية، وأعدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. يتطلب الوصول إلى إعدادات الوصول السريعة الممتدة في هواتف سامسونج نقرتين. قد يجعل تحديث One UI 7 هذه العملية تتم بلمسة واحدة للوصول إلى لوحة إعدادات الوصول السريعة الممتدة. تفترض الشركة أنها قد تعزز قابلية استخدام السحب على الشاشة الرئيسية مع التحديث الكبير القادم. قد تشهد إعدادات الوصول السريع في تحديث One UI 7 تطورا مثمرا. وفقا لمشرف مجتمع كوري، تراجع سامسونج إمكانية تطبيق لوحة إعدادات الوصول السريع بلمسة واحدة مع تحديث One UI 7. حاليا يؤدي السحب الواحد للأسفل على الشاشة الرئيسية إلى تفعيل لوحة الإشعارات وأزرار إعدادات الوصول السريع الأولية. يتطلب السحب الثاني على لوحة الإشعارات توسيع لوحة إعدادات الوصول السريع. هنا تجد معظم الأزرار والإعدادات الضرورية التي يمكن تفعيلها أو تعطيلها. توسيع العرض الممتد للوحة وإعدادات الوصول السريع يزيد من قابلية استخدامها. مع تحديث One UI 7 قدمت سامسونج ميزة للوصول المباشر إلى إعدادات الوصول السريع الممتدة عن طريق السحب على الزاوية اليمنى العلوية. ومع ذلك يمكن للمستخدمين تعديل هذه الميزة بشكل أكبر عبر كويك ستار في تطبيق جود لوك، مما يسمح بجلب اللوحة الكاملة بالسحب لأسفل في أي مكان على الشاشة. حاليا هذا التغيير قيد الدراسة ولا يوجد ضمان لتطبيقه. سيتطلب الأمر من المطورين إجراء تغييرات عبر واجهة One UI هوم وتطبيق الكويك ستار في الجود لوك. ومع ذلك نتوقع أن تقدم سامسونج هذا التغيير المثمر نظرا لرضا المستخدمين. وتستعد سامسونج حاليا لحدث الجالكسي أنباكد الشهر المقبل إن شاء الله. سيتم إطلاق تحديث One UI 6.11 المستند إلى أندرويد 14 مع الأجهزة القابلة للطي المقبلة. من المحتمل أن يبدأ برنامج One UI 7 بيتا المستند إلى الأندرويد 15 في أوائل غشت، بينما قد يبدأ الإصدار المستقر في وقت لاحق من هذا العام. ما هي أهم ميزة يجب أن يأتي بها تحديث One UI 7 في نظركم؟ وما رأيكم في هذه الميزة؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، أعدكم سعيد، مع السلامة.